مساء الخير جميعا، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو سوف نتحدث أو نتكلم عن عيد الهالوين. ما هو هذا العيد؟ ومن أو أين نشأ؟ وما هي مظاهر الاحتفال به وخصوصا في الدول الأوروبية؟ فقبل أن أبدأ هذا الفيديو، أتمنى من الجميع الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلكم الفيديوهات القديمة والفيديوهات الجديدة. أولا، اسم الهالوين هو مشتق من العبارة All Hallows Eve. All Hallows Eve يعني ليلة جميع القديسين باللغة الإنجليزية، وفي اللغة الألمانية يماثلها Tag der Allerheiligen، يعني يوم جميع القديسين. ويحتفل بعيد الهالوين في اليوم 31 من شهر أكتوبر، وهو تشرين الأول. وطبعا في هذا اليوم يقوم الناس بالاحتفال بالهالوين أو بعيد الهالوين، وذلك قبل يعني عشية جميع القديسين، أو قبل يعني يوم عيد جميع القديسين. وكلمة هالو هي كلمة إنجليزية قديمة جدا وتعني القداسة، ولهذا فإن هذا العيد يسمى أو يدعى بليلة جميع القديسين Day of All Hallows or Day of All Saints، يعني ليلة جميع القديسين. ومعنى الهالوين في المعنى المسيحي هو الليلة السابقة لجميع القديسين الذي يصادف في الواحد من شهر تشرين الثاني. إذن عيد الهالوين هو في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الأول، والواحد من شهر تشرين الثاني هو عيد جميع القديسين. وطبعا بدايات هذا العيد تعود إلى الفترة عندما كانت روما وأوروبا لم تزل أرثوذكسية، وكانت تسبق العيد احتفالات تقليدية في الليلة السابقة له. الممارسات الغامضة والغريبة في هذا العيد تعود في أصولها لشعب السلتيك، لهن السلتيك بيبول الذين عاشوا في بريطانيا وإيرلندا. ولهذا السبب كان حتى الزمن القريب يجرى الاحتفال بالهالوين كعيد للرعب في بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الدول التي تنحدر شعوبها من أصول وثقافة بريطانيتين. ومنذ أمس ليس ببعيد بدأت التقاليد المعروفة للهالوين من أشباح وسحرة تنتشر في البلاد الأخرى. وعندما وصلت المسيحية إلى بريطانيا، وجدت الكنيسة الشعب السلت لهن السلت الوثني الذي كان يؤمن بإله الموت وهو غايلي سامهاين، ويحتفل له في فصل الخريف، والتي في الأساس كان عقابها بأن تستأنف الحياة في أجساد الحيوانات. وبهذا فإن جميع الأرواح تعود في ليلة الهالوين من حياة البرزخ إلى الأرض، وتظل تجول فيها حتى صباح اليوم التالي من عيد الهالوين. ويدور الأطفال في هذا العيد من بيت لآخر، وهم يحملون الأكياس والسلال لتمتلئ بالشوكولا، وكل من لا يعطي الأطفال المتنكرين حلوى الكراميل أو الشوكولا ستغضب منه هذه الأرواح الشريرة. ويمكن أن نرى في ليلة جميع القديسين العديد أو الكثير من الأطفال والفتيات والشبان يتجولون في الشوارع بأزياء متنكرة للحصول على الحلوى من الناس. وفي بعض الأحيان يقوم هؤلاء الأطفال بجمع أنفسهم والذهاب إلى الناس أو إلى بيوت الجيران والطرق على الأبواب لكي يحصلوا على المزيد والمزيد من الحلوى. فإذا كنتم ماشين أو تتجولون في الشوارع ليلا في هذه الليلة، فقد تتعرضوا لخدعة إن لم تقدموا الحلوى لهؤلاء الأطفال. فاحرصوا على أن يبقى معكم القليل أو الكثير من الحلوى لتقديمها في هذه الليلة لهؤلاء الأطفال. والآن نأتي للتقاليد المتبعة حول العالم للاحتفال بهذا العيد، ونبدأ بإيرلندا، الموطن الأصلي أو المنشأ الأصلي لعيد الهالوين. في إيرلندا يتم إشعال النيران، بحيث نجد النيران مضاءة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المناطق الريفية. وهذه النيران هي حرائق كبيرة يتم إشعالها في الهواء الطلق، وتستخدم على نحو تقليدي في الاحتفالات. كذلك يقوم الأطفال والكبار بارتداء ملابس، وغالبا ما تكون هذه الملابس مخيفة كشخصيات أو أشباح أو سحرة أو هياكل عظمية، ويذهبون للخداع أو لتناول الطعام. ويعني هذا أنهم ينتقلون من منزل إلى منزل في جميع أنحاء المنطقة، ويطرقون الأبواب ويطلبون من الناس أطعمة معينة.
وعادة ما تكون وجبات خفيفة وشوكولاتة وحلوى، وعندما يفتح الناس أبوابهم يصيحون أولئك الأطفال خدعة أو طعام، وإذا لم يتم إعطاؤهم طعاما يمكنهم خداع الشخص من خلال تنفيذ مزحة صغيرة عليه. وغالبا ما يتناول الناس بعض الأطعمة الخاصة في الهالوين، ففي إيرلندا يعتبر البرامبراك نوعا مشهورا من كعك الهالوين، وهي تحتوي على طعام ملفوف بالشاش يكون مخبوزا داخلها، ويقال أن البرامبراك يمكنها أن تحكي مستقبل الشخص الذي يتناولها، فإذا تم العثور بداخلها على خاتم فهذا يعني أن الشخص سيتزوج قريبا، وإذا وجد الشخص قطعة من القش يعني أنه في سبيله لأن يصادف عاما سعيد الحظ. والآن نأتي لأمريكا، ولا تختلف الاحتفالات في أمريكا عن غيرها تقريبا، فبالإضافة إلى الخدعة أو الطعام لديهم أيضا بعض الألعاب والبحث عن الكنز. كذلك فإن التقاط التفاح هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية، حيث يتم وضع بعض التفاح في وعاء كبير مملوء بالماء، ويأخذ الأطفال الوعاء بالتناوب في محاولة لالتقاط تفاحة بأفواههم دون استخدام أيديهم. كذلك يستخدم الأمريكيون فوانيس جاك أو في عمل الزينة، ويتم تصنيع هذه الفوانيس عن طريق تفريغ محتويات ثمار اليقطين ونحت وجوع عليها ثم إضاءتها بوضع شمعة بداخلها، وتستخدم بقايا اليقطين لصنع فطيرة يقطين الهالوين أو حساء اليقطين. وفي إيرلندا وإسكتلندا غالبا ما يستخدم الناس اللفت بنفس الطريقة. والآن نأتي للنمسا. في النمسا يحب الناس أطعام الموتى، فمن عاداتهم أن يتركوا الخبز والماء ومصباح مضاء على الطاولة قبل أن يذهبوا إلى الفراش في عيد الهالوين، وهم يقدمون هذه الأشياء لأرواح الموتى التي قد تعود إلى الأرض في تلك الليلة. والآن نأتي لبلجيكا. في بلجيكا يقوم الناس بإضاءة الشموع في الهالوين إحياء لذكرى الأصدقاء والأقارب المتوفين، كما أنهم يتشائمون كثيرا من القطط السوداء في هذا اليوم، ويعتقدون أنه من سوء الحظ أن يدخل أحدها إلى بيتك أو أن يعبر أحدها من أمامك. والآن ننتقل للصين. في الصين يعرف الاحتفال بالهالوين باسم تانشي، ويترك الصينيون الطعام والماء بجانب صور الأصدقاء والأقارب الذين رحلوا عن هذه الدنيا، ويتم صناعة قوارب القانون من الورق في المعابد البوذية وتحرق خلال الليل، في حين تضاء الفوانيس في جميع أنحاء البلاد، ويقال أنهم يمارسون تقاليد النار هذه لمساعدة البريتاس أي أرواح الموتى لكي تعرف طريقها إلى المنزل. والآن ننتقل لألمانيا. في ألمانيا يحتفلون الألمان بالهالوين كعيد لجميع القديسين، ويستمر الاحتفال هذا لمدة أسبوع كامل يمتد من 31 من أكتوبر إلى 8 نوفمبر، وكذلك فإنهم يمضون الوقت في الكنيسة لتكريم القديسين الذين ماتوا، علاوة على أنهم يقومون بزيارة قبور أحبائهم. ويوجد أيضا في ألمانيا تقليد أكثر غرابة، حيث يقوم الناس بإخفاء سكاكينهم في عيد الهالوين لحماية الأرواح التي تعود إلى الأرض خلال هذا الوقت. والآن ننتقل للمكسيك، ولا يوجد أي بلد يحتفل بالهالوين أفضل من المكسيك، وفي الواقع يحتفل المكسيكيون بعيد ديا دي لوس مارتوس أو عيد الموتى لديهم على مدى عدة أيام تستمر من تاريخ 31 من تشرين الأول إلى 2 من تشرين الثاني. إنه حقا احتفال بعيد كل الأرواح، حيث يستطيع الناس أن يتذكروا أحبائهم الراحلين ويحتفلون بحياتهم، وكذلك يحتفل المكسيكيون بأعياد الأسرة ويصنعون الحلوى والهدايا على شكل الجماجم، ويقومون بمسيرات يرتدي الناس فيها زي الغول والهياكل العظمية، كما يوجد أيضا لديهم الكثير من موسيقى مرياتشي إضافة إلى الغناء والرقص وشرب التكيلا. إذن هذا كان كل ما يتعلق في فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو نال إعجابكم، ونصيحتي لكم أو نصيحتي خاصة لأصحاب القلوب الضعيفة، لا تخرجوا في ليلة جميع القديسين إلى الخارج، وذلك لكي لا تتعرضوا لخدعة من الشبان أو الفتيات الذين يتجولون بأزياء تنكرية في الخارج.
ولكن إذا كنتم يعني لا تخافون من هذه الأشياء فيعني أنصحكم بالخروج وإعطاء الحلوى لأولئك الأطفال، لأنهم سيفرحون جدا عندما يحصلوا على هذه الحلوى. هذا كان كل ما يتعلق في فيديو اليوم، شكرا جزيلا على كرم المتابعة، كان معكم شاهر رسلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.